هذا السائل يقول: مجموعة من الأشخاص في دورة يسكنون في مكان واحد، هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسجد أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ في دورة؟ إيه، هم في دورة منتدبين يصلون جماعة. نعم، إذا كانوا في دورة ومنتدبون في يسكنون في بيت، كلهم يسكنون في بيت وعندهم مسجد ويسمعون الأذان، إنه يجب عليهم أن يخرجوا ويصلوا مع المسلمين، يصلون في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأما إذا لم يكن حولهم مسجد ولا يسمعون الأذان فإنهم يصلون في مكان. نعم.